والآن ليتلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للإنعقاد. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021. رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للإنعقاد ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 من جماد الأولى سنة 1442 هجرية، الموافق 12 من يناير سنة 2021 ميلادية، الساعة 11 صباحاً، لافتتاح دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.